السلام عليكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم يوم الجمعة، كما تعلمون فيوم الجمعة أجازة عند المسلمين، لهذا فأنا الآن في سيارتي ذاهب إلى زيارة صديقي التركي جوشكون. أنا عندي أصدقاء كثيرون وأحبهم جدا. السيد جوشكون رجل جيد جدا، نحن أصدقاء، أنا مصري وهو تركي، والآن سوف أتصل به على الهاتف لكي أتأكد أنه موجود، لذا لابد أن أوقف السيارة كي أستطيع أن أتصل به، فأنا أمسك الهاتف بيدي. عذرا، دقيقة واحدة، قد أوقفت السيارة الآن وسوف أتصل به عبر الهاتف. السيد جوشكون يتحدث اللغة التركية. عليكم السلام يا سيد جوشكون، كيف حالك؟ كما رأيتم السيد جوشكون الآن ذاهب إلى صديقه في مكان آخر. أنا لم أتصل به قبل أن أذهب، إذن هذا خطأي، لذلك سوف أذهب إلى البحر كي أسير قليلا إلى أن ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله.